هي الترتيبات الأخيرة قبل الشروع في توزيع وجبات معلبة موجهة لإفطار الصائمين، سواء من الفئة المحتاجة أو عابري السبيل. الله جرني تاعنا تبدا الصباح بكري، كاين الناس اللي تروح تقضي لنا واش كاين وشي يخص تاع لا جورني كل يوم، ومن بعد كاين النساء اللي نشكروهم بارك الله فيهم، راهم متطوعات يجيو يطيبوا لا ماتين يجيو من داك يكملوا الوحده زوج ثلاثه صديقهم على حساب واش يطيبوا يروحوا كلش، من بعدك نجيو حنايا اللي جان كامل اللي بينيفول يجوا مع العشيه نوجدوا نديروا ميزون بلاس نوجدوا كاين اللي بلا يروحوا امبورتي، الناس اللي ما تقدرش تجي تفطر هنايا تروح تدي، كاين خدامين كاين لي ميدسان دو غارد وكلش يديو ليهم، وهاديك نزيدو نوجدو اطابل الناس اللي تفطر لهنا، عندنا نسبة 91% كامل طلبة يفطروا معنا لهنا ويروحوا. يعني عدد الوجبات ساعات يلحق حتى 300 400 ساعات كيما المرة هذه، رانا نوجدو 200 وجبة، كاين 66 اللي ياكلوا لهنا في المطعم، وكاينين الاخرين اللي نوصلوهم للسونتر دو سونتي تاع بن عمر تاع لي زانافير، نمدوا الاسرود نمدوا للنتكوم. ثلة من شباب متطوع ترسم يومياته ملامح العمل التضامني، مواظبون بكل حزم وجد طيلة شهر رمضان. حبينا نطوعوا انا مجموعة من الأصحاب وحبينا نطوع معهم في هذه الجمعية، رانا من أول رمضان بدينا معهم الخدمة هذه ورانا نكملوها إن شاء الله معهم. تبريني بريباراسيون عندما باش ندو الناس اللي أمبورتي اللي من جموش يجو اللي أفهمني اللي يكون خدام اللي كده ندولهم أمبورتي، كاين اللي صالات البلا واللي بواسون ومدينهم تيكيات، يجو الناس عد بكري يعطوهم تيكي كده، اللي ما عندوش تيكي يعطوه أمبورتي. مثل هذه المبادرات الطيبة تحتاج إلى تشجيع متواصل، فهؤلاء اللاعبون من نادي رائد القبة أبوا إلا أن يشاركوا هذه اللحمة. حاجة مليحة هذه وين يبين بلي لو بيبل الجيريان توجور سودي، وين يحب الخير وين الناس قاعدة تساهم باش دير حاجة بينيفيك للمجتمع، يعطيكم الصحة. أنا واحد من برا، اي واحد يفوت من برا يدخل يحبس انا يفطر عندكم، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. لحظات قبل الافطار المطعم يفتح ابوابه تفاديا للتجمعات، الدخول هنا وفق تدابير وقائيه صحيه لتفادي اي اصابات بفيروس كورونا. شاركوا هنا مع الاخوه في المطاعم حفاظا على صحه الصائمين، لانه كل واحد واش باش يتقدم، حنا ما كاش حاجه نقدموا بها افضل من غير ان نكون تحت تصرف هذا الصائم الجزائري نظرا للظروف اللي رانا نمر بها. شهر رمضان شهر المسارعه الى الخيرات والتنافس عليها، هذا ما تعكف عليه الجمعيات الخيرية بهدف تمتين روابط المودة والمحبة، خاصة في مثل هذه الأيام المباركة.